تروك ازاي؟ أنا يعني أن يعني مسرح يعني أنت يعني في المسرحيه. و ازاي جيتي العرض وازاي اشتغلتي فيه؟ انا جيت ماما وانا جيت شمع علي شمع علي ايوه و ماهر الى محمود وماهر استاذ ماهر بيدربك على الغنى ولا ايه؟ ايوه وهنا كتير قوي و محن يعني الا كتير قوي. هي بتقول ان احنا انا جيت المسرح قابلت هشام علي وقابلت ماهر محمود واستمتعت بالغنى الكتير قوي. والكثير دي اللغه العربيه مقصره بتاعت المسرحيه اللي بيمثلوا باللغه العربيه يا استاذ ياسمين. صحيح لغه عربيه فصحى فعلا. كنتي ليكي حاجات قبل كده يعني ليكي تجارب في الغنى او في التمثيل؟ تمثيل هو ماهر كانت بتمثل مع ماهر في العرض اللي قبل كده اسمه ايه يا استاذ ماهر؟ كانت بتمثل معاه في عرض الحكايه روح. طب حلو يعني انت قديمه بقى. ده تاني عرض مثلت مع الاستاذ ماهر. والشريف عايزين نعرف برضو ابتدى ازاي يعني فجاه كده انت داخل في جوائز وبتاع يعني انت اتدربت فين؟ لا خالص انا كنت بعيد جدا. انا كنت بقالي 4 سنين في مسرح الجامعه وبدات على ايد استاذي ومعلمي طبعا هشام علي واستاذي التاني وليد طلعت هما الاثنين ابائي يعني اللي خدوني وانا بحبي وكنت ضعيف جدا ومع الوقت ومع الشغل مره واحده حصل وترشحت للجائزه في المهرجان القومي السنه اللي فاتت وبعدها بكام شهر خدت جائزه في ابداع وقعدت فتره يعني اللي هو مش مستوعب ان انا بدات اتحط في الحته دي لان دي كانت حلم بعيد بالنسبه لي بس هو بالمعافره توفيق ربنا بقى كبير يعني. لا واجتهدت يعني انت اكيد مش زيك زي اي طالب بيلعب او بيسافر او بيتنطط. لا انت اجتهدت جدا. انا يعني انا جدا. دور المهرج اللي انا كنت ترشحت بيه ده انا اشتغلت عليه اكتر ما اشتغلت تقريبا في 6 سنين قعدتهم في هندسه يعني. جميل بس الحمد لله ان ربنا ما ضيعش ده على الفاضي. هو الفن هندسه برضه. هو هندسه ده دي حقيقه.